حضر الرئيس الأمريكي جو بايدن الكونغرس على التحرك بسرعة لحظر الأسلحة الهجومية بعد عمليات إطلاق نار جماعية هزت الولايات المتحدة، وطرح عدد من أعضاء مجلس الشيوخ مجددا قانونا فيدراليا لحظر الأسلحة الهجومية وتشريعا يرفع السن القانوني لشراء أسلحة إلى 21 عاما. بوش فجوة لا يتوقع أن تنردم بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي حتى بعد عودة ظاهرة القتل الجماعي بقوة في الساحة الأمريكية. تباعد وجهات النظر بشأن فرض قيود على ترخيص الأسلحة النارية بين الحزبين الحاكمين في الولايات المتحدة ليس بشيء جديد، إلا أن الواقع الحالي يحتم على الإدارة الأمريكية اتخاذ إجراءات فورية لهذه الظاهرة المميتة. وحتى قبل مرور شهر واحد على العام الجديد، كانت الولايات المتحدة قد سجلت 39 عملية إطلاق نار جماعي. وبحسب أرقام جمعية أرشفة عنف السلاح، سجلت الولايات المتحدة العام الماضي 647 عملية إطلاق نار جماعي مع سقوط عشرات القتلى. أرقام مخيفة من المفترض أن تؤدي لتجاوز الحزبين الخلافات السياسية، إلا أنه من غير المتوقع صدور تشريعات تفرض المزيد من القيود على امتلاك الأسلحة الهجومية في الولايات المتحدة، خصوصاً مع سيطرة الحزب الجمهوري على مجلس النواب. فرئيس الأغلبية الجمهورية كيفن ماكارثي في العام الماضي كان معارضاً لمشروع قانون لتقييد حيازة الأسلحة الهجومية، والذي أصبح لاحقاً قانوناً ينظم حيازة الأسلحة لأول مرة منذ 30 عاماً في الولايات المتحدة. إلا أن بايدن والحزب الديمقراطي في مجلسي النواب والشيوخ يرون أن سن المزيد من القيود هو الحل الوحيد لوقف مثل هذه الحوادث، بينما الصمت الجمهوري إزاء القضية يدق ناقوس الخطر في الولايات المتحدة، مع احتمالية إعاقة الجمهوريين أي مشروع قانون من الممكن أن ينظم عمليات شراء الأسلحة. للحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا من نيويورك الكاتب الصحفي أحمد محارم. سيد أحمد، أهلا وسهلا بك. سيد أحمد، لابد لنا أن نتوقف قليلا لنتحدث عن الرأي العام هنا في هذه القضية، خاصة بعد هذه الحوادث المستمرة التي تشهدها الولايات المتحدة فيما يتعلق بإطلاق النار على مجمعات عامة. مساء الخير، التحية والتقدير. هذا الموضوع موضوع حساس وبتزداد فيه الأهمية من فترة الأخرى. المجتمع الأمريكي تعود على أنه حوادث إطلاق النار دي بتحصل سواء فردية أو جماعية بغض النظر عن الولايات أو ردود الأفعال بتاعتها، ولكن خلال هذا الأسبوعين الماضيين أو الثلاثة من شهر يناير عدد الحوادث وصل إلى 47 في عدد من الولايات، وحوادث جماعية بيكون أصحاب القصة فيها ناس كبار في السن وناس من جنسيات وأعراق مختلفة وفي تجمعات كبيرة. يرد دايما على المجتمع السؤال التقليدي اللي هو إلى متى سيظل الكونجرس يغمض عينه عن إصدار تشريعات جديدة تعالج هذه القضية. احنا بنستعجل ان المجتمع الأمريكي لما تخش اي سوبر ماركت او محل بقالة عشان حد يشتري سجاير او يشتري قنينة كبيرة لازم يطلع الاي دي بتاعه ويكون سنه 21 سنة. اللي عنده بطاقة سنه 18 سنة اسهل من كده يروح يشتري قطعة سلاح دون أن يكون له كشف عقلي، كشف نفسي، كشف على الجريمة بتاعه. يعني لازم يكون في فجرة. أعتقد المجتمع دلوقتي بيراجع الكونغرس لازم ننظر إلى إعادة تقنين هذه التشريعات لأجل سلامة المجتمع الأمريكي أمام العالم. ما الذي يقف عائقا أساسيا هنا؟ هل نتحدث هنا عن سيطرة الحزب الجمهوري أم أننا نتحدث عن عمليات إجرائية فيما يتعلق بتنظيم هذه التشريعات؟ ابدا ليس الحزب الجمهوري ولا الحزب الديمقراطي ولا الرئيس، لانه تعددت السلطات ما بين رئيس ينتمي للجمهوري او للديمقراطي، ولكن في كل حمله انتخابيه لرئيس مرشح يقف وراءه مجموعه من رجال الاعمال، كبار رجال الاعمال، صانع السلاح اللي هم تجار السلاح اللي بيتباع في 50 ولايه. عدد قطع السلاح اللي بتتباع في المجتمع الامريكي لو قسموه على السكان يمكن كل واحد يجيبه قطعتين او ثلاثه. فالحقيقه في مصالح لكبار رجال الاعمال انه يمنعوا ظهور اي تشريع. الكلام ده كان من ايام اوباما ومن ايام كارتر ومن ايام كل الرؤساء السابقين
أعتقد هذه المرة أمريكا شكلها قدام العالم محرجة جدا، إن عندها قضايا هامة جدا وبتتكلم في الحرية والديمقراطية، بس في إساءة استخدام الحرية بتزيد المجتمع الأمريكي. أعتقد إن الرئيس بايدن في موقف حرج من ناحية وقوي من ناحية، إن يضغط على الكونجرس مسألة مصالح رجال الأعمال دي ممكن يبقى عندهم مكاسب من مسألة أخرى، يبقى سلاح للعالم، سلاح بتاع الدول بتاع الحروب، لكن عشان تبيع سلاح لمواطنين يقتلوا بيها مواطنين والشكل العام بتاع الدولة يكون في حرج، هذه المرة أعتقد الكونجرس أمام موقف تاريخي إن هو ينظر إلى مصلحة الوطن العليا مش مصلحة مجموعة من رجال الأعمال. نعم، هل نتحدث عن تغير بالمواقف هنا في هذه القضية خاصة على مستوى الطبقة السياسية؟ ماكارثي مثالا خاصة فيما يتعلق بدعم ذلك لربما من عدمه. نحن أمام قضيتين أساسيتين لازال يعاني منهم المجتمع الأمريكي، يعني القضية العنصرية ليس من السهل أن تنتهي وتجد لها أرض أو جذور صلب على أرض الواقع بين يوم وليلة رغم كل المحاولات. القضية الأخطر قضية السلاح متداوله. أعتقد المجلس التشريعي هذه المرة الكونجرس أمام تحديات كبيرة جدا، وممكن جدا الأصوات اللي بنسمعها سواء من الجمهوريين أو من الديمقراطيين يكون لها صوت مسموع هذه المرة، لأن الداخل الأمريكي عنده قضايا كثيرة جدا اقتصادية وأمنية وجيوسياسية وحرب أوكرانيا ومستقبلا في حرب متوقعة مع الصين. يعني قصة لازم المجتمع داخليا يكون متجانس، حكاية السلاح اللي موجود مع كل حد، وكل يومين ثلاثة تحصل حادثة والرئيس الأمريكي يعلن انحداد، موقف جدا خارج للإدارة. هذه الفترة أعتقد هيكون في فرصة للعقلاء من أعضاء الكونجرس وأيضا يسمع لهم رجال الأعمال، اللي هي مش مصلحة أن يكون عندي مال يزيد ومجتمع يكون منهزم. نعم، شكرا جزيلا لك الكاتب الصحفي أحمد محارم، كنت معنا من نيويورك.